أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. أن الفأل ليس من الطيرة، لأنه حسن ظن بالله عز وجل وتأميل للخير، بخلاف الطيرة فإنها تأميل للشر. والفأل فيه أن الإنسان يعتقد الخير ويتوقعه، خلاف الطيرة فإن الإنسان يتوقع الشر وتهدده الطيرة وتحبسه، فهي مع الفأل متضادة. الفأل حسن ظن بالله والطيرة سوء ظن بالله. الفأل من التوحيد، الطيرة من الشرك. الفأل قوي المسلم ويمضيه في طريقه وينشطه، والطيرة تثبط المسلم وتخوفه وتهدده. نعم.